اوكي ضل المرحلة 12 اللي كتير صعبة دايما. وراها المرحلة الأصعب اللي فيها المفاجأة الانتزاز اتش بي. يلا لندخل. اوكي قبل ما يجي المقطع بسرعة 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 بدي احكي لكم عن برنامج صرت احكي لكم عنه اكتر من مرة يا شباب، ولكن هذا البرنامج عن جد مستحق، اللي هو ويندر شير فيلمورا، اللي هو هذا البرنامج تبع المونتاج يا شباب والتعديل على الفيديوهات بشكل عام. فالشي الحلو فيه كالعادة ما اضل احكي لكم الشغلات الحلوة العادية، ولكن هالمرة احكي لكم انه التحديثات الجديدة والتحديثات القديمة اللي فيه كلياتها بتعطيكم هلأ مجموعة من الشغلات اللي ما بعرف برنامج بتخليكم تعملوا احلى الفيديوهات، فيديوهات جدا خرافية مثل اللي طلعت لكم هلا على الشاشة وبسهولة جدا كبيرة، فلازم تجربوه. ما حاحرق عليكم شيء لانه متعة الاكتشاف بالبرنامج هي اكتر واحلى شيء ممكن تجربوه فيها، لانه عن جد من احسن برامج تبع التعديل اللي على اليوتيوب وجدا سهل، فجربوه. الرابط موجود بالوصف وكملوا المقطع للنهاية لانه صار شيء والله مستحيل تتوقعه غير الهدية. السلام عليكم شباب، ويلكم باك فيديو جديد. طبعا شباب هذا الفيديو عم بلعب معكم ماب اسطوري. اهلا واه طبعا يا شباب هذا الفيديو هاي اتش بي وتسريحة الجريدة. اوكي وبلا حلقة جديدة. طبعا من قبل ما يجي المقطع يا شباب هذا اليوم حنلعب ماب كتير 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 حلو، واحد بعت لي وكتير متحمس لألعب وحكالي المرحلة الأخيرة فيها مفاجأة اسطورية، بدي اشوف شو هالمفاجأة. بالاضافة قبل ما يبلش المقطع كل واحد ينزل يحط هلا لا نشوف قد ايش بدنا نوصل هذا المقطع لايكات. اعطيني تحدي اتش بي، زمان ما تحديت المتابعين 20,000 لايك. اوه زمان ما وصلنا ل 20,000 يا شباب، بدنا نشوف هلا نحن حنكبس كثير كبسات، فانتوا قوموا كبسوا كمان لايك. يلا اتش بي جاهز؟ جاهز. يلا انت معك كمان نفس الشغلات اللي انا معي، اعطيني اكل وتورشات واكل تماما. يعني هيك 30 حبة؟ لا 32 كلتهم. انا اكلت واحدة. خلينا نبلش بالقراءة. مرحبا اوتاكو. اسمي واري. ما حد بعرف انك هتلعب معي. هو بعت لي هاي خلص لا تزعل اشيل لك اياها واكتب اتش بي خلص. لا 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 غير. اوكي حطها انت. find the button map. There are 50 ليفل. عم بحكي لي ماب اوجد الكبسة في 50 ليفل، ما في باركور، ما في متاهات، بس لازم تدور على الكبسات و المراحل كل شوي بصير فيها شغلات مميزة اكتر وبتصير اصعب يا اتش بي. اخر ليفل رح يكون فيه شيء مستحيل تتوقعه وفيه هدية لك. طلع حاطط لك هدية لك لالي. هو كاتب for you يعني لألي أنا متقاسم ياب ياب ياب. هون شو كاتب لي؟ when you are playing عم بحكي لي بس تلعب العب بالترتيب يعني من الأولى الأخيرة هدون الترتيب. والله ترتيب ديرت. ديرت واغف شيء. لا تكبس عليها نكمل القراءة بسرعة. عم بحكي لي بس مو ضروري لتحلهم كلهم لأنه صعب كتير. اوكي طيب. لا لازم كنا لا لازم ما عليك احنا بنحلهم. عم بحكي لي مو كل الساينات. هذا مصمم كمان انه فيه الواحد يلعبه بالهالوين بيشعر بحماس اكتر، فنحن مو بالهالوين برضه حنشعر بالحماس، حماس الهالوين بغير نحن. عم بحكي لي انه ممكن يكون مرعب بعض المراحل، العب سرفايفل مود وممكن تكسر الفاينز او اللي هن شفته. شفت وراك شيء اجى بسرعه ما بعرف تخيلت ولا والله ما بعرف خفت. انتوا اكتبوا لي بالتعليقات شفتوا شيء اجى ورا اتش بي. والله متاكد اني شفت والله ما بعرف شفته. اكتبوا لي اتش بي هلا مفكرني مجنون بس بتشوف التعليقات يا اتش بي. خلينا هون هذول الشغلات كلها عملتها دو ات وذ يور فرينج كمان. يلا نبلش يا اتش بي. هيا شاد شي مطر وذر. يلا هيا بينا. هيا المرحلة الأولى كاتب لي ايزي ليفل 1. يلا واحد اثنين فلنبدأ يا حبيبي. لا اكيد والله تصميم جميل يا اخي. هاي المراحل كلها تصميم حلو. نشوف شو في تحت. تصميم سهل سهل. لأنه الأولى حكى لنا الأولى ايزي فما بعرف سهل طلع كيف صغيرة كثير و صغيرة سهل بس ما في شيء. ما في كبسة. نلقى كبسة. اوه يا دو
ايتها شفتها لقيتها هاي الاولى حليتها وانا موجودة عند الميلة عند آه يلا يلا الثانية لحظة تفي شايك نعمل مسابقة بس مو مثل كل مرة مو نحن اللي نعد هالمرة المتابعين هن اللي عدوا وبالأخير يكتبوا قديش النتيجة واللي بكتب النتيجة صح بحط قلوب لأغلب الناس اللي بتقدر تحزر النتيجة قديش هي اوكي تفي اوكي تحد اوكي يلا المرحلة الثانية المرحلة الثانية واو ويت ابو خشم ساحر ابو خشم ام خشم قصدك هي ساحر ابو ساحر يا خشمة انا قلبي عزني ما انا حكيت خشم في شان خشمة لا ما في يا اخي وين ممكن تكون كبسة صغير بالبداية بيكونوا صغار وسهلين واضحين يعني ما في مكان غير خشمة اصلا استنى والله صح تعال عند خشمة عند خشمة عند خشمة يا دوانا 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 وانا الثانية عند خشم مالي قلت اوه وانا الخشم شفتها قتلينا كيف تفاجأ اوه يلا اللي بعد اتش بي الا الجرافل الا الجرافل اوه هذا متوسط صعب ومادتي اوه ميديوم ايه صح بلشنا والله بلش بلينا اشكو هناك ما بعرف انت شوف هناك وانا بشوف هون اوكي 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 خلاص يلا انا لقيته وات والله زالي بسهوله يا بين المشكله وين المراحل الاولى ليش كثير سهله يا اخي والله هاي اسهل وحده والله غريب هاي ميديوم طيب اللي بعدها طيب اذا الاخيره اللي حكى لنا صعبه كثير هل حتكون صعبه اللي حكى لنا يلا ما اتوقع الى الساند وهي ميديوم مفروض كمان اوه هذا الماب كبير شوف الصدمة انت واحد اثنين وانطلق وبيزومبي قصدي بس انا حاول قلت له موت اي زومبي الورق موت اي زومبي الورق واكبر يلا اضرب سبام عاملين يلا نططوا اضرب حتى اه كريتيكال اوكي هاي مات يلا هلا اعطانا لحم ما بتصور انه له علاقة اللي عنده هون بالعادة بيكون بهي المناطق الشغلات بس لا ما بتصور هون بالعادة انه بيكون هيك عند المناطق اللي الواحد ما بحزرها موجود اه لحظة شفتها في اه والله صح الكبسة الحقيقية اه نتفي شفتها هلا طلع وراك شفتها وراك خدعك طيب هلا اللي بعده صحيح هذيك نقطه الي ولا لك بتحسب ما ادري خلاص لك لان نص الي ونص لك يلا احسب هاي نص يا شباب الي ونص له نشوف من اللي متابع بحذر مقبره والله احزن طيب يا اخي الحلو بهالماب انه مو مثل المابات الثانيه المابات الثانيه بتضلك مرحله او مرحلتين فترات طويله بس هذا الماب بتضلك مرحله كثيره بس فترات قصيره فتحس بالحماس ومستحيل تمل منه يا رجل طلع هناك في شجرات مضويين حلوين ايه المفروض حاطين ورد وحديقه المفروض هاي تكون يعني ما بعرف انا عم بدور هلا في امل لا اي شيء يا اخي غريب هالماب ما اقول ما في ولا شيء باي طرف في اي مكان ماكو هو اكيد بالكبل ستون لان ما لان شو بالكبل ستون هاي منطقه غريبه لانه هم في لحظة يجي تلقى على الجدران هيك شيء صح على الحيط معلق لانه ستون محطوط مو كبل ستون يا اخي الماب بلش عن جد يصير صعب كيف حتصير الاخيرة اذا هيك سنة انا حاشوف البورة واحد اوكي بورة اوكي والله لقيته من تاني واحد سبحان الله حظ حلو لو بلشت من هناك كان ضليتني الصبح طلع هون لقيته لا ما لقيتك استنى شاي اك استاذ دي بي اوتاكو اتش بي اوكي هاي صرت عندك اتش بي طلع هون 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 طلع فوق اوه فوق ايه اكبت عليها والله والله مخبينه يا اخي بطلت اعرف اوصل له يلا تمام يلا هلا وين وصلنا؟ الستون اوكي هلا اللي بعده يعني هلا الستون؟ الستون انا خلصت كبل ستون ولا سيستون؟ حولك لك بس انا كبل ستون يو الزومبي يطلع بوجهي رعب لي والله خرشت تعبت ايش في؟ هلا المشكلة ما كنت عم تطلع فيني اوه في بيت
لقيت شي بالبيت؟ لا ما في شي. ولقيته وين؟ والله حكيت نترك لك البيت. وين انت؟ فوق 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 اوه والله ايه فوق فنان باركور. والله انا حكيت اتوقعت اول شي جلتش بالماب يا رجل. يلا واحد وقال مايكي باركور. هذا باركور هذا ما يعتبر باركور. هيتا هيتا هذا خرباني خرباني وات مستحيل خرباني في شي خلاص. يجوز في غير واحدة. هو كتب لنا ممكن نكسر الليفز والشو اسمه. هل لا تقول لي لازم نكسر كل هالليفز بس لازم بس نكسر اللي بالمجال تبعنا. طيب كسر اللي تحت اللي تحت بتصور اللي تحت لانه هو كتب انه مسموح تكسر هذا اللي تحت. خلينا نكسر هدون وبعدين نحاول نشوف اذا موجودة في منطقة ما هدون. هو هدون شي ما اعتقد ان هذا موجود. متأكد ما اعتقد هو يخبي جوا. صح انا عندي اوبتيفاين هات عم بشوف هون كانه في لا ما في شيء. يا غريب والله عن جد ولا تصير صعبة. خلينا نلبس دروع فسخنا. خلينا نشيل راسه. استنى والله شكلي صار بضحك. شكلك كمان بضحك معي لما توقف جنبي اذا وقفنا هيك. انا مطقم. انا مو انا كل شيء الا التطعيم عامل. يا اخي هذيك الكبسه كان عندي حل. شو هي؟ هو سمعت هذا حلي. لا مو هيك الحل يا جميل. لا لازم نروح. ما في غير حل. لا في لازم نروح نتاكد. استنى رايح انا اتاكد بنفسي. بتعرف حتى لو احكي لك كيف حنتاكد. كيف شو اسمه الكبسة لازم يكون في حواليها بالعادة شو ال كوماند بلوك. كوماند بلوك يمكن خربان الماب او شي فخلينا نكسر هدوك. كوماند بلوك هون في اوه يا دي الكبسة ثانية. نحن خربنا الماب. خربنا الماب ما حدا شاف هم في كبسة. تعال شوف فوق. والله تعال شوف كبسة يا نفس المكان. ايه يا تطلع هاي هذي كانت لتموي بس رجل. لازم خلص ما عاد نعمل اي شيء غلط. والله شكله دارس الماب منيح. يلا هاي ميديوم كمان. طيب لو نفوت اوه يقطينا كبيرة يقطينا ياي. شكله كيوت. انا بدور من برا وانت من جوا. اوه لقيته في 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 لا ليش تعال نط فيهم مساحة. ول هذا مو هو حكى انه ما في لا بلش تصير الدنيا سرعة. مو هو حكى انه ما في باركور او شيء. يا ما في باركور. هذا مو باركور هذا يعتبر متاهة ممكن. يدري وين نروح احنا ما بعرف عم بحاول. تخيل يكون هذا منظر بس تخيل تكون لقيته. انت والله العظيم بلا بليس اذا كنت بعرف الحلول يا رجل. انا عم بنزل بلاقيها. ووو والله اسطورية. الله يسلمك حبيبي. هلا وين وصلنا احنا هاي مو؟ اللي الايرون الديفيكلت. هاي اول واحدة صعبة. اوه صعبة. يلا نبلش. اوه هو هو والله كبير. في لافة تحت اتش بي بتصور هذا. هذا مقلب. هذا دايما كل ما بات مخالب. استنى واحد اثنين كنت رح انط حالي اتذكر. او ما في شيء ما بصورنا. وقع راسه زومبي انحرق. لا 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 يمي تمام خذوا البسوا هذا ما تبقى لي الورده. لا لا خذوا. طيب شكرا اللي ما حبيته يعني خذها سمعت لك خلص. خلينا نشوف هلا وين. استنى اي لا 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 يا اخي يمكن لازم نطلع لفوق فوق فوق بعدين نركب. اوه هي الكبسه العلاقه. لا ما اعتقد لان هذه دي مستحيل يوصل اصلا. هي مشان تضل هي شغاله. اوكي بس في شيست. شيست شفتوا هذا الشيست اللي على شو اسمه. يمكن لازم تنط وناخذ اللي فيه. ينطوا جرب افتحه. ما في شيء. ما في شيء. مقلب هذا ما نزهك. انا حاكمل لفوق انت حاول اطلع لفوق. اذا ما بتقدر تطلع انتحر او انزل نط لتحت وارجع اطلع. اوكي وي لا انت بدت انت كنت اتفرج فيك بس بلاقي حالي نطيت. تعال يلا نطلع مع بعض اذا هيك مره ثانيه بس لا
شو شو وضعي انا يا اخي؟ هذا مو باركور عم كيف لو باركور درج درج ودرج عريض يعني، مو درج هيك نحيف او قصير، لا طويل. خلينا نطلع شي راسي كمل انا موجود. هذا اكثر راس استغلنا فيه يا اخي هاي الحلقه والله. احطه استنى حطيته والله يا اخي. خليه يبقى للنهايه. ايه والله لتكون هي النهايه هي الهديه، بس لا هي اخذناها بالبدايه. لا لا مو ما بتصور الهديه اكيد شيء احلى بكثير، احلى من راس زومبي. في شيء احلى من راس زومبي ماينكرافت؟ راس تنين تخيل. راس تنين والله ممكن. وين الحل؟ والله سنه ما نلقى الحل بعد سنه. تخيل يكون تحت تحت. انت تشوف يعني بابا اخاف تلقاه يعني بالطريق. عم بحاول اتفرج بكل مكان. بس انا بتصور انه فوق فوق. اوه انت فين؟ بس هي تعال. هو يمكن هناك بتعرف. حانزل اجرب. لا نصعد فوق. اذا ما لقيناه فوق معناته هو اكيد تحت. معناته تحت. في بوابه وفي في بوابه فوق اشياء. في هواي اشياء كثير. في كثير اشياء مو هواي اشياء كثير. والله الماب بونس. اوبا قد اوعك. اي بوابه مسكر هاي ملبونه. طب في شيء هون؟ ما معي اكل. لا ما معي اكل. بدنا اكل. اكل. شكرا. انت معك اكل؟ بس عم تعطيني انا بالقطاره. شوي شوي رميت لتحت كأني. واحدة وقعت وحدة. ما واحد حظك عينه. ما في شيء. في شيء هناك؟ ما بتصور في شيء هناك؟ في شيء بالمرة تحت هون؟ والله يا اخي قديش اخذ وقت معه لعمل هالماب الطويل كله؟ خلصنا. ما في شيء. معناتها بتصور انه لازم ننط على اي اتش بي. بس مو من فوق، من فوق اذا نطيت عليها بتموت، فحننط من الجنب. ويا اخي غريب هالماب. خصوصا هي بالذات. هاي اللي رميتها من فوق لقيتها هون. ما في شيء. لا والله تهيألي انه فيه شيء يا اخي. هناك في شيء؟ ما اقول في شيء. اتش بي ما تاكل. ذا في شيء لكل لازم. تعال 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 لكل لازم نشيل الشيست. العربي شيل الشيست. لا استنى اللي يرجع وشيل الشيست. وبس شيل الشيست. حصره وبعد ما كنت اوعك. شيل الشيست وبعد ما نشيل الشيست بناخذ وبنحط. وين راح؟ العربي هياته. حطه واقعد عليه. واركب. في شيء هناك؟ ايه. شو؟ ما ادري. لك سوينا جلتش بالمهم. لا شوفوين نحن. اوه طبعا طلعنا بعد ما ترجع. لا ايوه لا استنى استنى هلا بوقف لك اياها. هلا بترجع لك بترجع لك. اتش بي. لا طلع. ليك الكبسه. ليك الكبسه. اتش بي. هلا بس تيجي بدلك عليها. اركب فيها. اركب وتعال. ليك الكبسه. تخيل انزل وانا عم بحاول اتفرج فيك لقيتها هيته وانا هون. والله قلت لي والله اعرف انه يعني كيف. طب ليش معك انت؟ ما حسيت ما اعرف. والله يا اخي والله ما برهيب. يا اخي عم يحمسنا كل مرحله احلى. طلعنا خرج الماب. ليش جلتش جلتش. يلا اللي بعده نظل 10. يلا ليش انا بكبس انت بقول دانز جولد ما شو ما بعرف. المهم في مكان للواحد يطلع منه ذهب. فمعبد هذا مدور بكل مكان يا اتش بي. هذا هاي مرحله تعتبر المراحل الصعبه. فبالبير بالعاده بكون في شيء. لا ما في شيء. اتش بي do you have any idea؟ بتصور اني لقيت مدخل سري ولا هذا سري هذا؟ لا ليش فرحان؟ تعال 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 يمي تعال. ليش شوفي شفتك برعت فجاه شكلها كبسة. ايه والله. انت كتب على الجول. لازم ناخذ تورشات صح؟ لانه هذيك التورشات راحت مننا فنجمع تورشات زياده من الماب. شو سوي التورشات؟ ما بتعرف مين يطلع لك. ما ليش حطيتها على الارض؟ انا عندي ستاك تاخذها. معك ستاك حلو. طيب خلينا ندور بكل مكان.
اليوم في سكة. ليه سكة؟ شو؟ لقيت اشياء. لا تعمسني يا اخي. تعال تعال انا لقيت كبسة. لقيت كبسة؟ لقيت كبسة. ما عليك اكلها. هذا بلش الرعب هون. انا كمان شفتها بس لا تقول لي هي اذا هي المرحله الرعب هيك كيف اللي بعدها راح تكون؟ اوه دحين ناس يا ولد والله قلبي حاسس انه حنحتاج ضوء. تعال 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 اوبسيديان طلع ما بعتمه هون لازم نضويه. اوه كيف؟ فدوي كل مكان. اوكي 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 كيف تشعب يا اذا متت وين؟ اوكي صرت رايح خلاص ما حكي لك قصتي. نروح المي معقول؟ مي إلها علاقة؟ ما إلها علاقة لا يا اخي هاد المبات حلاوته انه دايما اوه في هون ممر. انت لقيت شيء؟ في هيش مثل ما ادري مثل حفرة بس ما بيها شيء. شكيت فيه انه هي هذي لا ما في شيء. لو في شيء ما كان خلاني احط تورش. دور 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 يا اخي. شفته؟ شفت ايه؟ انا شفت عبلك. اوكي ضل المرحله 12 اللي كثير صعبه دايما. وراها المرحله الاصعب اللي فيها المفاجاه. هنا تجهز اتش بي. يلا لندخل. اوكي اكو سبايدر اكو شو اسمه سعد وين وين قتال كريبر خلي الكريبر فيزر خلي الكريبر فيزر الله علينا تلا بيخرب الباب. لا ما بخربنا انا حكيت الباب. اوه في واحد ثاني والله واي وحوش لازم يا اخي شو لك انت تدور من تحت وانا من فوق ولا بالعكس؟ ماشي قتل قتل سكلتون 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 شو هلب سكلتون ورا 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 عمود 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 والله مسكين السكلتون. اوه الحمد لله مات. انا المسكين دمي قليل يا اخي دمين على واحد سن نعطيه نظرة من فوق شاملة اذا ما لقينا شيء مندور من تحت والله الصعبة. اوه لا ما في شيء والله تهيأ لي اني شفت الكبسة هون بس لا ما في كبسة. طيب اذا خلينا ندور دور من تحت يا اخي لازم واحد من تحت واحد من فوق لانه في من فوق اماكن. انت شو بدك تدور تحت؟ احد دور من تحت. طيب وانا بدور من فوق اذا هيك يا اخي التعاون حلو بهالمبات احلى شيء انه بخليك بشجعك على التعاون. التعاون فوزنا والله والله يا اسمي التعاون فوزنا يا اخي حاسس انك كثير سريعين هالماب مالي هيتا صافن مملأية كبس. ليش يا اخي دائما بس كبس انت بتروح جاهز للأخيرة متحمس لهدية يعني متحمس. also press the button to go to the level which isn't even a level يعني اكبس الكبسة اللي تروح على الليفل اللي مو ليفل. what شم كبسة لا والله كبسات كثير من احسن انه نبدي اسس شنو هذي لبكرة لانه حنضل هيك لازم نبدي بكرة. هذا سكليتون تعال شو شو ناشك شو 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 قلت لك كذا ما تقدر تريق الكبسة ترجع للسبان. لا 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 نحن ما بنستسلم نحن لا نرجع يا لا اتش بي خليني لك كل الكبسات والله ما بستسلم والله مشوار طويل. طيب اتش بي اتش بي اتش بي انت او ايم نكبس هيك جنب بعض كنت احكي لك انت تروح من هيك جنب وانا من هيك جنب بس اضطريت حاخذنا على شكل مربع. اوكي وانا حاخذنا على شكل مربع الاقرب فالاقرب الاقرب فالاقرب عشان علي فصيحة كثير يا اخي عن جد. والله زود محل ما انا كنت واقف. سنة حاجيك حول الي سنة طلعت هون 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 في منطقة ما هنا بتاني صف والله ما كنت متوقع ابدا. استمر تاني والله حلو شفته. فزنا بس وين الهدية؟ وين الهدية؟ ارجع 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 والله ما ارجع يمكن لازم نلبس هاي الكبسة؟ يمكن ضحك علينا ما لنا يا اخي شو هذا؟ ما قلبونا هكا هدية شكرا وهي هديتي. استنى عطلك هديتي بالسيس يلا تفقد هديتي وانا عم بنهي المقطع. شكرا شكرا شكرا. اوكي يا شباب امك وصلنا نهاية المقطع. اذا عجبكم المقطع ما تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين. امك وصلنا نهاية الحلقة يلا نطلع عليكم. السلام عليكم.